بعد أن أذاقهم 40 عاما من الظلم وهدر لحقوقهم البسيطة في بلد يعد التاسع عالميا في إنتاج النفط. نيرون ليبيا معمر القذافي يعيث في البلاد حرقا وقتلا بأدواته من مرتزقة أفارقة وقصف بطائراته الحربية، ما رفع حصيلة القتلى إلى أكثر من 500 شخص ذنبهم أنهم طالبوا برحيله. بعض الوحدات انشقت عن قيادة الجيش وانضمت إلى صفوف المتظاهرين الذين اعتلوا إحدى دبابات الجيش، كما تظهر المشاهد المصورة من هاتف النقال. التلفزيون الليبي يبث على مدار الساعة الأغاني والنداءات للسكان من توخي الحذر ممن سماهم الأعداء في بلد يعلو فيه معمر بعد الله على ليبيا الوطن. كما خرج القذافي بمظلته في طرابلس الليلة الماضية للدحض ما تردد عن سفره إلى فنزويلا. الكلاب هذه ظل سلامة. وكان طيران ليبيان رفض أمس قصف المتظاهرين العزل هبطا بطائرتيهما بمطار مالطا الدولي وطلبا اللجوء السياسي. Ja, kot mačom pa je.